أن الإنسان وصل إلى القمر وإلى المريخ وإلى أعماق البحار لكن لم يصل إلى عمق نفسه، وهذا وقع. لأن الآن تصل إلى القمر أو تصل إلى المريخ بالسفن الفضائية أو تصل إلى أعماق البحار بالغواصات، لكن هل وصل الإنسان إلى عمق نفسه؟ القائلون يقولون لا. ومو أن أناس عاديين، لأن إحنا في الحقيقة المسلمين صرنا أناس كسالى وعجزة وصرنا عاديين، كل المسلمين أخذهم، لأن هؤلاء ما عندهم خلق تحقيق وعلم وفقه وفهم وإدراك وتتبع وعمق وتعمق وتدقيق، وهالأشياء ما عندهم خلق. إما أنه مبتلى بمعاشه، وإنما مبتلى بلهوه ولعبه. لا المحققون من العلماء الموجودون الآن في البلاد الصناعية وفي بلاد العلم وما أشبه، هؤلاء يحققون هذا الشيء ويستمرون في التحقيق ولا يصلون. فهذا الشيء البسيط الشائع الذائع الصيط، هذا لا نعرف. وكذلك بالنسبة إلى سائر صفاتنا، نأتي إلى الآية المباركة، كلامنا في الآية، لكن هذا نذكره كمقدمة. بالنسبة إلى صفاتنا، إن فلان سبني فغضبت، وغضبت يعني شنو؟ وين مركز الغضب؟ وشنو صار؟ وأنه ما هي الكيفية؟ وما هي المزايا والخصوصيات؟ وللظاهر نشوفه مثل البدوي الذي يشوف الظاهرة الصاعقة، لكن شنو الصاعقة معك؟ الظاهرة شوف. أو مثل الإنسان البدوي الذي يرى سحابا أو يرى رعدا أو يرى ظاهرة أرضية، ظاهرة فقط، زلزالا أو ما أشبه. أما حقيقة هذا الشيء شنو، خصوصياته، مزاياه، كيفياته، لا نعلم. كما هو لا يعلم. الغضب، الفرح، فرح يعني شنو؟ يعني نشوف الظاهرة، لكن هل نعرف الحقيقة؟ وكذلك أفرض فرد واحد يشوف هذا الكونديشن، هاي ظاهرة، لكن يعرف حقيقة الكونديشن؟ إلا الأخصائيين في علم الفيزياء وميكانيك وما أشبه الذين يعرفون. كذلك قلب الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول أحيانا يصير مركز الملائكة، كما أن أحيانا يصير مركز الشياطين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني أنه شنو هذا الإنسان اللي قلبه مثل الجبل وأقوى من الجبل، وذاك الإنسان الذي قلبه يهتز مثل الريشة في الريح، أو كما يقول الشاعر كريشة في مهب الريح طائشة لا تستقر على حال من القلق. هذا الإنسان شنو صار قلبه هالشكل صار؟ هل نفكر في هذا الشيء؟ الواقع أن إيمانه سبب أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة روحوا قووا قلبه. أحيانا يقع في قلبك الخير، من أين وقع هذا الشيء في قلبك؟ هل تعلم؟ مو أنت بتعلم، روح إلى علماء النفس كلهم، قل شنو صار هذا وقع في قلبي؟ ما يدرون. الله يقول أنا أدري شنو يصير، أن الملائكة يأتون إلى قلبك ويقوون قلبك، لأن الملائكة أجسام نورية، وهذه الأجسام النورية تتغلغل في كافة شؤون الحياة مثل الهواء، مثل الأمواج. شلون تتغلغل في كافة شؤون الحياة الأمواج؟ كذلك الملائكة نوع عاقل نوراني يتغلغل في كافة أبعاد الحياة وأعماق الحياة. هذه الأفكار الخيرة وهذه الأفكار الشريرة، شوفوا يا إخوان، أنتوا صار فرد وقت تفكرون تروحون تقتلون فرد واحد؟ لا أبدا ما يصير.
لماذا؟ لأن أنت في طريق الإيمان، وهذا تفكير مال الشيطان مو مال المؤمنين. فالشيطان ما يجي إلى قلبك ويلقي في قلبك هذا الشيء، لكن هذا السارق يقع في قلبه هذا الشيء. لماذا؟ شنو فرقك وفرقه؟ أن هذا يقع في قلبه هذا الشيء، وأنت لا يقع في قلبك هذا الشيء تروح تقتل فرد واحد. أو لنفرض أنتوا الحمد لله كلكم مؤمنون مخمارين، صار فرد واحد تفكر أنه تشرب خمر، وذاك الخمار يقع في قلبه يروح يشرب خمر. شنو صار على أن ذاك الخمار وقع في قلبه أنه يشرب الخمر، وأنت المؤمن لم يقع في قلبك أن تشرب الخمر؟ لأنك مؤمن الشيطان ما يجي إلى قلبك، ولأنه فاسق الشيطان يأتي إلى قلبك. قد هو أكو فرد مثل بالفارسي يقول كبوتر با كبوتر باز با باز كند هم جنس با هم جنس پرواز، يعني أنه الحمام مع الحمام والصقر مع الصقر وكل جنس يطير مع جنسه، أو على قول الشاعر المشهور في العربي أن الطيور على أشكالها تقع. هذا قلب الإنسان وقلب مؤمن أو كافر أو ما أشبه، هذا قلبه شلون وجهه؟ وجهه في طريق الخير، الله سبحانه وتعالى ينزل على قلبه الملك. وجه قلبه إلى طريق الشر، الله ينزل على قلبه الشيطان. إنا أرسلنا في القرآن الحكيم أكو أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني شنو؟ يعني الشيطان يأتي إلى قلب الكافر، يأتي إلى قلب الفاسق، يأتي إلى قلب المنافق ويوجهه الوجه المنحرفة. مثل الآن لنفرض جماعة قاعدين في الشارع، في شارع السالمي مثلا، في سوق السالمي، تشوف فرد واحد يجي خمار يشيل الصديق الخمار ماله يروحون إلى الخمر أو إلى الملهى، وفرد صديق مؤمن يأتي يأخذ صديقه المؤمن يروحون إلى المسجد. الملائكة، يعني أنك لا تراه مو معنى أنه ليس بموجود، وإنما الملائكة موجودة والشياطين موجودة، ودائما الشياطين يوحون إلى قلوب المنافقين والفاسقين، ودائما الملائكة توحي إلى قلب المؤمنين والأخيار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إحدى آيات الملائكة نزلت في غزوة خندق، المسلمون 3000، الكفار 10000، قصة طويلة ما علينا بالقصة. في الحقيقة من الضروري إنسان يقرأ قصص الرسول، لأن هذه القصص من أجمل القصص واقع وأدرس القصص، يعني أكثرها درسا للإنسان. 3000 هؤلاء، وأولئك 10000، وهؤلاء أخذتهم المجاعة، لأن ماكو شيء، مدينة صغيرة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدينة صغيرة. قسم من المؤرخين يذكرون أن كل نفوس 7000، قسم يذكرون 10000، يعني مقدار بنيد الجار، فكانت مدينة بدائية. هؤلاء 3000 هؤلاء أخذهم الجوع، وأخذهم أنهم في الصحراء، مقاتلة ماكو. الكفار 10000، 10000 في الحقيقة إذا تشوفه في الصحراء يصير منا إلى الجهرة أو أكثر، جيش وخيام والدواب والطبخ والنفخ 10000، والطبل ونساهم وياهم قسم منهم. هؤلاء 10000 أخيرا ما حاربوا المسلمين، هم جايين للمحاربة، يعني جاءوا 10000 حتى يحاربوا المسلمين. هل 3000 الجائعين الحفاي اللي ما يملكون شيء، لأن أهالي المدينة مدينة فقيرة، هي بلدة فقيرة، كل واردها من التمر والزرع وما أشبه، وهناك مكة مدينة غنية ولهم كل شيء. 3000
10,000 جاءوا لقتالهم ثم لم يقاتلوهم وولوا هاربين في قصة الخندق. فرد مقاتلة بصيرة فصارت بينهم، وعلي بن أبي طالب قتل فرد واحد منهم واثنين آخرين قتلوا. فرد شيء كلش بسيط، يعني كلش بسيط، لعل مجموع القتلى في هذه الحرب ما يصيرون 10، لا من الجانب المسلمين لا من جانب الكفار، يعني الطرفين معا ما صاروا 10. وإذا بهؤلاء العشرات الآلاف يقع في قلوبهم الرعب وينهزمون، عن شنو يا عمي؟ اسأل منهم. وفيهم الأبطال وفيهم الشجعان وفيهم المجربين للقتل والقتال وسفك الدماء والأشراف والأعيان والمال والسلاح والأفراس وكل شيء. حتى هم تعجبوا، يعني هؤلاء هم تعجبوا كيف انهزموا. واقع كان يلوم بعضهم بعضا. اخر شوف، احيانا اكو موازين طبيعية. الميزان الطبيعي انك اذا اكلت مثلا نصف كيلو شيء تشبع، اما اذا اكلت فرضا 5 غرام ما تشبع. لماذا؟ ما اكو ميزان طبيعي لهذا الشيء. وكذلك هؤلاء لما انهزموا وذهبوا وولوا أخذ يتساءل بعضهم عن بعض، لماذا انهزمنا؟ ما صار شيء. إذا صارت فرد حرب وفرد ألف قتلى وفرد مدة طويلة ما أشبه كان معقول ومنطقي. لكن قتلى بينهم ما يصير كل القتلى 10، ما أدري 6 5 4 3، فرد شيء جدا صغير. لعله من جانب الكفار فرد 5 6 ومن جانب المسلمين فرد 2 3 فقط القتلى بين الجانبين، وجايين للمحاربة انهزموا. الله قال انا هزمتهم. وشنو هذول صار سبب تقوياتهم؟ حقيقة الان هم بشر ايضا. انت ليش تصور اهل المدينة كانوا من حديد؟ ايضا كانوا بشرا ومساكين قبل ورود الرسول اليهم، كانوا فلاحين هذول، فلاح مو مال الحرب. اهل مكة مال الحرب، كانوا مال مؤامرات وحرب، من مدن العواصم دائما الشكل واشراف. لكن اهل المدينة هذول فلاليح، الفلاح لا يأتي منه الحرب ولا يخشى منه. مع ذلك هال3,000 ثبتوا، وأولئك 10,000 انهزموا في وقعة خندق، والتي تسمى بوقعة الأحزاب، لأنه كلهم اجتمعوا، كل الأحزاب اجتمعت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة عريضة عميقة. الله في القرآن قال أنا السبب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا ثبتتهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذول يفرج. وإلى الآن هذا تاريخيا، غير المؤمنين الذين يعتقدون بالله ويعتقدون بالناس ويعتقدون بالملائكة ويعتقدون بالكذا، غير المؤمنين متحيرين في هذه الحرب وقت اللي يحللوها شنو أسباب انهزام هؤلاء. كل سبب ما يعني أسباب يذكرون أسباب توافية. الإنسان إذا مشى في طريق الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تمشي في طريق الله، يعني إذا مشيت في طريق الله الله على طول الخط ينزل عليك الملائكة، وهؤلاء الملائكة يسددوك، يسددون تفكيرك، يروك الطريق الصحيح، لأن الملائكة يدري كل شيء. ولو أنت لا ترى الملائكة لكن الملائكة يروك، أنت لا ترى الجاذبية لكن الجاذبية معك، أنت لا ترى أمواج الصوت، شوف أمواج الصوت، لكن واقع أمواج الصوت موجودة وتصل إلى سمعك وسمعك يسمع وموجودة واقعية. أمواج الملائكة أيضا موجودة بكثرة هائلة، لأن الله سبحانه وتعالى بعدد أوراق الأشجار، بعدد قطرات المطر، بعدد ذرات الرمال، أكل الله ملائكة. وأحد علمائنا الحاج النوري الله يرحمه يذكر في كتاب له، يقول اسم الكتاب دار السلام، هذا جدا كتاب جميل وفي هالمكتبة موجود في الحقيقة، هذا الشباب يطالعوه، كتاب جميل فيه كثير من الروحيات. في هذا الكتاب يذكر يقول مع كل إنسان 26 ملك أكو معي الآن، 26 ملك أكو موجودين معي، معك 26 ملك، مع الأخ 26 ملك، مع الأخ 26 ملك، 26 ملك ويا كل إنسان. هؤلاء الملائكة للتسديد، للتوجيه، إذا شافوا إنسان صالح، إذا شافوا إنسان مصالح يتركوه. شايف أب
الولد ما لي ينصح اروح المدرسة عمي، ابوي ابني يروح المدرسة ويعطيه فلوس ويعطيه دفتر وكل شيء، ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح، خلاص يا امان ما يعتني به. نفس الشيء بالنسبة الى الملائكة وبالنسبة الى الانسان، الملك يسدد الانسان، يسدد 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 يسدد, يسدد. بعدين يشوف هذا منحرف يتركه وشأنه، في امان الله روح. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يضربوا فوق الأعناق يعني شنو؟ يعني أعناقهم تخضع تذل، ماكو سبب لكن تصير ذليل. واضربوا منهم كل بنان، البنان يعني الأصابع، يعني شنو يضربوا منهم كل بنان؟ ايديهم ترتجف، لان الانسان الخائف شلون يصير؟ الانسان المو خائف مرفوع الراس ومشدود الاعصاب، الانسان الخائف شنو؟ يدنب، والانسان الخائف شنو؟ ترتجف يده. الله تعالى يقول انت شوف الانسان الخائف وشوف الانسان الغير الخائف، هذول الاحزاب صاروا هكذا، يعني انهم بعدما جاءوا لقتال رسول الله وصحبه وهم علموا أن أصحاب الرسول قليلين وأن أصحابهم كثيرين وأن هؤلاء حفاي وأنهم أصحاب دروع وسلاح وكراع وكل شيء، ومع ذلك ذلوا انهزموا ارتجفوا أمام المسلمين. هذا من أين؟ هذه حقيقة في أنفسنا نحن أيضا، أي إنسان مربوط بالخير، هذا ملائكة الرحمة، الأفكار الحسنة، النيات الطيبة تحوم حول قلبه، وكل إنسان مربوط بالشر ويمشي في طريق الشر، أكو هالشكل شيء، هذا شنو؟ هذا النوايا السيئة، الأفكار السيئة، الشياطين يحومون حول قلبه على طول الخط، هذا يسددوه وهذا يضيعوه. حتى أكو في الآيات الكريمة بالنسبة إلى الملك والشيطان أيضا نفس الشيء، وبالنسبة إلى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب نفس الشيء. الآية الكريمة تقول بالنسبة إلى الإنسان المحتضر وقرب موته، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحقيقة أنا أرجو من الشباب، ولو غالبا الشباب يفرون من هذا الشيء، لكن هذا شيء يجب أن نراه بأعيننا. احضروا فرد واحد ميت في حالة الاحتضار، إنسان زين يشوف، لأن أنا مصيري نفس الشيء وأنت مصيرك نفس الشيء، مصائر كلنا نفس الشيء، نحن في ذات يوم شئنا أم أبينا، أردنا أم أنكرنا، أحببنا أم كرهنا، هذا درس يلقى علينا، درس الموت. الإنسان الميت أنا شايف، الحقيقة أنا هواية شايف أموات في حالة الاحتضار، مناسبات أقرباء أو أصدقاء أو كنا يمهم أو ما أشبه. الإنسان في حالة الموت، هذا الإنسان من جملة الأشياء التي يحدث عنده، أحداث الموت هي أحداث مشهورة بطبيعة الحال، من جملة الأحداث التي تحدث عنده أن ساقيه الرجلين كثيرا، ما هذا مو كليا، هذه كثيرا ما، هذه الرجلين أولا يقوم كل جسم يتمدد في حالة تمدد يصير، لأن إخراج الروح يضغط على جسد الإنسان، وإضغاط إخراج الروح على الجسد يسبب له ماذا؟ يسبب له تمدد الأعصاب وتقلص الأعصاب. لذا كثير من الأموات في حالة الاحتضار رجلهم إيديهم كذا وجههم يقوم يتقلص ويقوم ينتشر. ومن جملة والتفت الساق بالساق، كثير منهم حلقهم ينسد يصير قفل كما يقولون، يعني السنون بعضها يدخل في بعض عمية مكان يفتح، حتى بعض الأموات أنا شايفهم في المغتسل هذول لسانهم كان طالع هالشكل وقت اللي يريدون يموتون، فمن ضغط أسنانهم على لسانهم قطعت لسانهم، قسم من اللسان ينقطع لأنه يصير هنا بين الفكين هنا وفوق. ولذا اللازم على الإنسان اللي يحضر المحتضر هذا يعدل فورا، يعدل يديه، يعدل عينيه، يعدل حلقه، حتى لا يصيب فرد شيء مو زين، لأن هذا أحيانا لسانه شوية من طالع
فهذا يضغط على لسانه يقطع قسم من لسانه ينقطع قسم من لسانه ويجري من هنا دم وكذا وشي. اذا ما انقطع انقطاع كامل فانقطع نصف يصير في لسانه. ومن جمله رجليه الكلام في رجليه والتفت الساق بالساق يعني ان رجليه يقوم يتمدد هالشكل 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 يصير بتشنج وبعد ذلك يلتف الشكل التفاف يصير بعض الرجل ببعض. ولذا الإنسان اللي يحضر المحتضر الواجب على الإنسان اللي يحضر المحتضر أولا أن يوجهه إلى القبلة يعني أنه يجعله بحيث باطن قدميه إلى القبلة هالشكل باطن قدميه كما يقول الفقهاء بحيث لو جلس استقبل يعني إذا هذا الميت النايم جلس هذا استقبل القبلة لازم هالشكل شيء يسوي هذا واجب شرعا. ثم أنه يمد يديه حتى لا يتقلص إيده لأن إيد الميت تتقلص يمد رجليه يغمض عينيه لأنه كثيرا ما يبقى العين مفتوحة والعين إذا بقيت مفتوحة هذا كلش مشوه ومخوف يصير الميت إذا إنسان شاف في المغتسل عيونه مفتوحة في الحقيقة يأخذ منه فرد انطباع كلش مخوف طبيعة العين هكذا ويطبق فمه حتى ليبقى حلقة أعوج لأن كثيرا ما الميت يصير حلقة أعوج والعياذ بالله يعني على أنه من التمدد قسم هالشكل من وجهه يروح أو أنه يقطع لسانه كما قلنا لا هذا بكل هدوء يخلي لسانه في الداخل ويمد فمه هالشكل ويمده بشفية كوفية كما أنه الإنسان الذي يحضر الميت يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ما أشبه من هالشهادات المعروفة وأدعياكو شهاداتكو أشياء أخراكو هذني شاهدني في أنه فتلتف ساقه بالساق ثم شاهدنا في هذه الكلمة وقيل من راق يعني أنه أي الموكبين يودون هذا إلى الله لأنه كل إنسان يموت خير أو شرير يحضره الشياطين يحضره الملائكة الخيرة يحضره ملائكة العذاب. الآن شوف كما ذكرنا ذات مرة أنت تأتي إلى مطار الكويت وأنت إنسان عادي إنسان العادي يأتيه ذاك الإنسان ويشوف بطاقتك وفضل وأهلا وسهلا وفرد حمال أو فرد سائق ويشيلك يجي فرد إنسان شخصية طاعة الشرف وعزف الأميري وشخصية وناس وبيبسي وشاي ومن القبيل جاء فرد إنسان مجرم شنو التكليف؟ أنه يجون شرطة هناك يكلبشون إيده ويكلبشون رجله وسيارة الشرطة ويودوه إلى السجن أو ما أشبه. نفس الشيء أي إنسان اللي يموت ونحن نموت في الحقيقة يتصور ونحن منموتها والموت لحظة هالشكل تفتح عينك وتسد هذا هو الإنسان يموت. ولذا من المستحب شرعا أن الإنسان لا ينام تقول أنا شباب ما أموت أنا كل أسبوع مرتين أصلي على الشباب في مغتسل والأسبوع خمس مرات نصلي على الشياب ثلاث مرات على الشباب حقيقة يعني على طول الخط. أنا ما أقول أنتم تموتون إن شاء الله ما تموتون وأعمار طويلة لكن من المستحب أن الإنسان يجعل وصيته تحت رأسه كلما نام. تريد تنام اجعل وصيتك تحت رأسك منو قال تقوم أنت من نومك. الإنسان يستحب وأكو في الأحاديث أن الوصية تطول العمر الإنسان إذا وصى طول عمره يعني هذه الوصية خاصيتها الشرعية تطويل العمر أنه من بعدي حتى إذا عندك مال أو ما عندك مال عندك زوجة أو ما عندك زوجة عندك أولاد أو ما عندك أولاد يقين تريد أشياء في الحياة من بعدك ويمتداد لك. الملائكة يحضرون ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ويتساءل بعضهم من بعض وقيلة يعني قال بعضهم لبعض من راق من اللي يودي هذا إلى فوق هذا مربوط بالعذاب مربوط بالجهنم مربوط بأغلال مربوط بالسجن يودوه الأشرار هذا مربوط بالخيرين هذا مربوط بالأطياب هذا مربوط بالأطهار يودوه شنو الطيبون شي واضح. فرد واحد تاجر كبير يجي يستقبله في المطار التجار عالم يجي يستقبله العلماء حرامي يجي يستقبله الحرامية في البلد في واقع أي شيخ بنفس شكله ولونه. فالملائكة لا تتصور فرجه طويل وعريض وإيضان وأجنحة
الأفكار الخيرة التي تقع في قلبك هذه من الملائكة. الملائكة النوايا الحسنة، الأفكار الطيبة، النوايا الصحيحة، هذا من الملائكة. والملائكة ما تشوفها أنت مثل ما قوات الجاذبية ما تشوفها، ومثل ما أمواج الراديو ما تشوفها، ومثل ما صور التلفزيون ما تشوفها، بينما الآن كلها ممتلئة في هذه الساحة، كلها موجودة الآن لكن أنت ما تشوف. وكذلك أنت لا ترى الآن كثير من الأشياء، لا ترى العقل، لا ترى الروح، لا ترى العاطفة، لا ترى النفس، لا ترى الغضب، لا ترى الحزن، هالأشياء الموجودة في داخلنا بعضنا يراها أبدا نشوف، مع ذلك هي موجودة وهي حقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول الأناس الطيبون الملائكة يأتون لإسعافهم وإسعادهم وتوجيههم حتى وأنت في الحياة. والإنسان الأشرار أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأشرار الشياطين يحومون حول قلبه، الأفكار السيئة، النوايا السيئة، الحسد، الغل، البغضاء، العداوة، هذه تلقى في قلبه والعياذ بالله. لذا إنسان دائما يجب أن يلحق نفسه بركب الطيبين حتى ترفقه الملائكة. وإذا التحق بربع المنافقين والفاسقين والمنحرفين هذا تلحقه الشياطين ويزيده ضلالا ويزيده انحرافا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.